هل إطاحة الرئيس السوداني عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري هو تصحيح داخلي لمسار النظام أم انقلاب عليه؟ كيف سيؤثر تهديد الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية السودان إذا لم تسلم السلطة لحكومة مدنية على مجرى الأحداث الداخلية؟ ما فرص اندلاع مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين على خلفية قانوني الطوارئ وحظر التجول؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان لعبة التغيير في السودان.